اللهم ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نسألك اللهم بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع وباء الكورونا عن المسلمين والمسلمات في كل مكان. إلهنا وسيدنا ومولانا، لا ملجأ ولا ملتجأ لنا منك إلا إليك. يا الله يا الله يا الله، ارفع وباء الكورونا عنا وعن المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم ارفع وباء الكورونا عنا وعن المسلمين والمسلمات في كل مكان. إلهنا، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، وأنت لا تخلف الميعاد. نسألك اللهم العافية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بك اللهم من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام، ونعوذ بك من عضال الداء. اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل لنا ولجميع المسلمين والمسلمات من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على
على نبينا محمد